اليوم مع سيول في مديرية قشن، وكما تلاحظوا سيل وعركة الخط العام، خط الدولي يربط بين يعني اليمن وعمان. ثانيا زي ما تلاحظوا سيسبان أشجار في مديرية قشن، وهي اللي يعني تغطي المياه ليدخلوا في المدينة. ثانيا لم نرى أي خدمات أو اتخاذ الحذر من السلطة المحلية بالمحافظة، وزي ما تروا في مواقع التواصل في عمان وفي الإمارات وعندهم إمكانيات ولم يعني يقدروا يسوون حاجة. ثانيا في المهرة هذا يمكن ثالث أو خامس أعصار الأول اللي مر، ولم نرى أي اتخاذ الحذر أو من السلطة المحلية بالمحافظة أو يعني إسعافات أولية. يعني نرجو من الحكومة اليمنية اللي هي تدعي بالشرعية أن تأخذ الاحتياطات. ثانيا الدعم، الحمد لله أن السيل مر بأضرار مادية يعني غير أضرار بشرية. ثالثا نرجو من السلطة المحلية في مديرية قشن أن يقوموا بواجبهم ويأخذوا احتياطاتهم، والسلطة المحلية بالمحافظة مثل بالمحافظة المهرة. وفي هذا اليوم الصباح الساعة 10 تقريبا يعني في يعني أمطار خاصة على الأودية، وحتى الصباح يعني الساعة 10 بالتحديد جاء السيل. والسيل يعني ليس هو سيل كبير لكن متوسط، حتى يعني سبب العرقلة في يعني عرقلة في الطريق، طريق عام هذا اسفلت على الطريق، وسبب حتى في يعني بعض ال الحمد لله ماشي أضرار كثير يعني بالضبط. قد تكرر يعني قبل فترة من قبل هذا السير يعني تقريبا قبل سنة وشوي حتى توفى في هذه الأودية ثلاثة تقريبا من خارج المحافظة. ولهذا يعني نحن دائما في مديرية قشن نقدم النصح والإرشاد للمواطنين الحذر وخذ الحيطة. نتمنى بالمحافظة ونتمنى من كل الجهات المختصة أن تكون هناك إرشادات من قبل يعني الطريق، أمن الطريق، ومن قبل أيضا المواطنين المفكرين. ونحن الحمد لله لا يعني لا نشتكي من أي أضرار في هذه اللحظة، خاصة في هذا المكان. لله الحمد لله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعمة والغيث هنين في محافظة المهرة، ونحن نسمع الأرصاد والأرصاد الجوي أنهم يتحدثون عن الأشياء المطر سيأتي قوي، ولكن كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. إيمان بإذن الله سبحانه وتعالى.